مستمعينا الكرام مرحبتين، يا هلا وسهلا، في انتظاركم شوقا من البارح. هذا انا معكم محمد غازي، ومن الجهة الاخرى جابر العميري. رحب فيكم في برنامج المنصة على اذاعة الف الف الموجة السعودية، ودائما معكم في المنصة تبدأ القصة. كل يوم طبعا نناقش الاحداث الرياضية، كل يوم جديد في المنصة يا محمد. اكيد قضايا كثيرة جابر كذا بس يا جماعة أنا أبغى أقول لكم شيء كان تحت الهواء كذا. جابر اليوم كذا مفعم يعني بحاجات كثيرة كذا، داخل لنا أكشن، وعبد العزيز مخرجنا طبعا اليوم في البرنامج كذا يعني مدلعيننا الصراحة، ما قصرت اليوم. واليوم محمد سوى أخذ دور المزعج. لا بأمانة، شوف خرب علي نومه. أنا بيني وبينك لازم كذا عشان ندخل على السادة المستمعين كذا نكسر الدنيا على قولتهم. حماس يا جابر منك أكيد حبيبي والله. طبعا طبعا اليوم في احداث كثيره جدا، واليوم احنا نبغى الجماهير. شوف وسائل التواصل الدنيا كلها نايمه، احنا الوحيدين اللي صاحيين بندور على كل حاجه فيها كذا اكشن ومشاكل. لا اليوم 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 اصلا يعني نبغى الجماهير اليوم. صحيح، لانه من بعد العناوين الى نهايه الحلقه وهم معانا حتى الين المسابقه، اللي يبغوا بعد البرنامج كمان نطلع معاهم مو مشكله. ما عندك مشكله جاهزين. واليوم خميس الله واجازه والمنصه نعم منها تبدأ القصص. ونروح وين؟ عناوين عناوين المنصة. الملكي يعيد كيال لاستعادة مسار الانتصار. سامي الجابر قريب جدا من تدريب الملكي. الأهلي الجريح الأحد أمام ثورة الشباب. والمجانين على الذكرى ترى الميعاد الجوهرة. العالمي يستعد لعناب السير بسلاح الوسط لإعادة هيبة نصر الدوري. الأخضر يتراجع 5 مراتب في تصنيف الفيفا. ما في جديد، تعودنا يا جماعة. بيتوركا يجتمع مع اللاعبين ويغلق الأبواب في التمارين قبل الفتح. حياكم الله أعزائي المستمعين، طبعا حلقة جديدة ويوم جديد في برنامج المنصة. طبعا جابر هذا نتيجة الشاي العدني. شركت جابر شرك كذا على هوا. بس خليني أقول لكم شغلة، يعني جابر الصراحة في شغلات كذا على ما يقوله يطلعها بعض الأحيان. أول شيء الرجل هذا مدمن شاي عدني بشكل غير عادي. لا 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 بلاش فضايح، بلاش فضايح. ومخليني ادمنت عليه الله يعيده، بس الله يعيده. بلاش فضايح محمد، زيادة الوزن جابر. لا هو شيء عدني وبس. انت مدمن ايش؟ كابتشينو كراميل. والله اول اصلا اول شيء يفكر فيه محمد يطلع للماكينة على طول قبل البرنامج. تعطيني باور كذا ما شاء الله على طول. كيف العدني معك؟ العدني العدني شوف يروق المزاج، ولكن خلينا نروق المزاج شوي مع الجمهور اليوم. يعني شايف في تغيرات جابر في الملكي وفي الاهلي، وضعيه جديده وعوده كيال، ما ادري يعني تشوف انه حل جابر؟ والله انا شايف، شوف امس يعني ممكن وصل العديد من الرسائل وبركان في احد البرامج. نعم. رسائل يعني ربما تكون حافز ودافع، وجايه من رجل خبره، رجل 40 سنه. صح، 40 سنه في المجال الرياضي. نعم. كلاعب كاداري. نعم. ويعني متمرس ومتمكن اداريا ومتخصص اداريا على فكره. شوف انا اتفق معك، لكن يعني خلينا نرجع نفكر فيها كذا سوا، مسألة انه وجوده. طب ايش حيغير في قضية الملعب؟ ايش تتوقع يغير؟ لا شوف الخبرة دائما يعني دائما تكسب. نعم. كل المجال او في كل النواحي. الخبرة
تعطيك أول شيء دافع كيف تتعامل مع 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 الأمور. أنا قلت كلمة قلت دائما يعني مش في الأهلي بس يعني هذه مو مقصودة لشخص معين أو لنادي معين ولكن قلتها كنا نتحدث عن الأهلي والآن صدف إنه إحنا نتحدث عن الأهلي. صح. دائما إدارة الكرة أو كرة القدم دائما تحتاج للشخص اللي يعرف كواليسها. صح. وليس اللي يجي بيتعلم كواليسها. صحيح. فدهاليز كرة القدم كبيرة وأمور كثيرة فيها تحتاج شخص يعرفها شخص مر في هذه الأمور. وطارق هيال من الشخصيات اللي يجوز نتفق عليها أنه ممكن تفيد الأهلي وممكن تصنع شيء من لا شيء من المشاكل السابقة تبعد تماما اللاعبين عن الضغوطات. أنا أتوقع لعيبة الأهلي جابر تعرضوا لضغوطات الفترة الماضية قوية. أكيد أكيد طبعا. ثلاث مباريات كانت قاسية. أنت شوف ومع للأمانة في الأهلي ما في إدارة أزمات يعني ما ممكن حيزعلوا مني الحين يسمعوا لي ناس ممكن يزعل لكن الأهلي هنا الرأي مفتوح احنا بنتكلم بطريقة مفتوحة الأهلي أنا ما هو رأي لكن هذا شيء واقع وموجود. نعم. الأهلي يفتقد لإدارة الأزمات. صح. شواهد كثيرة يعني كثيرة الشواهد يدخل في مشكلة ما يعرف يطلع منها ما يطلع بسرعة. أي. يطلع لازم في سقوط أو عفوا في يعمل دروب لازم سواء على مستوى إداري الفني على مستوى يعني اللاعبين لازم في حاجة عشان يصحوا. توقعاتك كذا جابر وإحنا خلينا مع السادة المستمعين حتى كمان حناخذ توقعاتهم في هذا الجانب. أول شيء خلينا نذكر طبعا أرقام التواصل مع السادة المستمعين اللي هو 012-61-61-102 جابر الرقم الثاني عشان طبعا رقم الثاني 012-011-85-85 احنا حنستقبل اتصالات من هذه اللحظة نستقبل اتصالات طبعا اذا جتنا اتصالات وشغال اتصالات الان لكن كمان خلينا نذكرهم بالتطبيق ونذكرهم انه كمان عندنا مسابقة برعاية نعم عندنا مسابقة برعاية العربية للطيران كلام جميل العربية تقدم لنا تذكرتين والسادة المستمعين طبعا متاح لأي شخص يشارك معنا في البرنامج وراح يفوز يعني في إمكانية راح يفوز ممكن يسافر ايه يستانس في أنا شايف في اتصالات كثيرة أنا أبغى ممكن أرد عليهم من حالي أبغى أخذهم كلهم أنا اليوم شايفك كذا شايفك مضبط العلاقه مع عبد العزيز الشاي العدني العزيز الحين شايفك مضبط العلاقه معاه ما ادري ايش عبد العزيز الشاي العدني اللي بيشربنا اياه ترى مشكله في مشكله شوف عبد العزيز بالشاي العدني شغال كله شغال ادمنوا على الشاي العدني ناخذ فال نقول الو مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من معانا ومن وين معك لطفي حياك الله يا شيخ لطفي كيف حالك يا مرحبا يا مرحبا اتذكرتني حقت اسعد اه حقي اسعد لما سالتني قلت لي ايش اسم المذيع طيب عرفت المذيع ولا ما عرفته ايوه ما احتاج خلاص حفظت اسمه جابر لا دحين برضو انت لك فتره ما تتصل لكن كنت متضايق شويه لا لا الله لا يجيب ضيقه يا عمي من فريقي صراحه والله فريقك ايش فريق الاهلي طبعا معايا الزميل محمد غازي زاد كمان واحد ثاني مذيع ايوه يا لازم تحفظ الاسم حبيب الكل يا حبيبي الوالد ما شاء الله عنده خبره ربي يخليك يا حبيبي بالعكس اتشرف الله يطول بعمرك الخبره والدبره طيب وش الدبره والله وش الدبره الله يسد الدبره والله الدبره ان شاء الله في طارق كيار ان شاء الله هو اللي بيجيب الدوري لا ما بيجيبها يعني احنا نتامل خير ان شاء الله طيب ايش رايك يا جابر طارق كيار ولا اللعيبه اللي تجيب الدوري والله شوف اذا شفنا ما يعني الاهلي معادله صعبه بصراحه حاليا مع انه ما في كان في بدايه الدوري ما في شيء ليش؟ اسمه صعوبه كان يراهنوا عليه طارق ما راح شوف طارق ما عنده عصا سحريه عشان يغير في يوم وليله هذا اللي بنقوله لكن انا متاكد
ويعني عندي يقين بابو ركان عنده القدرة، عنده القدرة انه راح يغير اشياء كثيرة وراح يعدل امور كثيرة. نعم. على الاقل ما افسده الفترة الماضية، افسدت امور كثيرة داخل الاهلي اللي هي ان شاء الله ان شاء الله المدرب من نواحي يعدل فيها. نعم. اكيد بخبرته ابو ركان يعدل فيها. الاندية تحتاج لشخص خبير. ولطفي قل لنا ايش رايك لطفي؟ وراح يعدل امور كثيره. على الاقل ما افسد. ها لطفي. لطفي خليك من الراديو، روح بيعه يا عمي احنا معك موجودين. معك وجالس اسمع الكلام اللي بتقولوه. حبيبي. قول اعطينا. والله اتمنى يعني من طارق كيالي عدلوا فعلا، انتم قلتوا اللي بيعرف الكواليس في هذه كلمة جابر. نعم صح. ايوه بيعرف الاشياء اللي فيها، وزي ما قلت طارق كيان خبرة قديمة. بس لطفي لطفي جامل. لطفي محمد يعني ترى مو على الاهلي واحنا نقول، حتى على مستوى الاندية، لا مو على مستوى الاندية كمان، حتى مستوى الاتحادات، الاتحاد السعودي لكرة القدم. نعم. يمكن كلنا نشوف في ناس للاسف كل واحد يجيب محسوبيات، كل واحد يجيب قريبه صاحبه صديقه زميله أي شيء. نعم. على حساب العمل كرة القدم السعودية وعلى حساب المنتخب وعلى حساب ونلاحظ أنه هناك في مشاكل وفي ثغرات في الأنظمة، في ثغرات في اللجان، وهذا اللي بيصير قاعد. صح. عشان كذا يعني دائما ما تجيب شخص مو عارف الطبخة، مفترض أنه شخص يكون يعني دارس، خلينا نقول دارس. نعم. الأوضاع قبل يكون دارس شهادات وكلام فاضي. نعم. احنا خلينا نتكلم انه اللي بيطبق واللي دارس واللي تعلم من داخل البيت غير اللي تعلم علم الكراسة والقلم ونجلس نكتب ورا مدرس. نعم. لا يا لطفي يا حبيبي. نعم تفضل. والله كلام كله حلو. تعال اشرب شاي عادنا لطفي معنا وريح. لا في كلمة قالها كامل الموسى كم يوم يمكن جامع على الأخ جابر. نعم. قال صراحة هو المفروض من اللعيبة. صح. يعني انتم ما عليكم في أوكي المدرب بخط التشكيل، بس انت كلاعب يعني انت لازم تديني مجهودك في الملعب. صح. حسيتني انه انت جاي. هذا لما يا لطفي، هذا لما انا يمكن وجهت كلمه لكامل، قلت له هل عندك مسؤوليه انت وزملائك اللاعبين انكم تتحملوا مسؤوليه النادي وتجيبوا الدوري لجمهوركم ولا لا؟ جاوب كامل قال عندنا المسؤوليه، يعني هي كلمه. صح. كانت كفيله، ولكن صح يعني اعتقد انه رد اللعيبه مع كامل غير كامل لحاله ما حيسوي شيء، مع انه كان نجم المباراه الماضيه على فكره. صح. جابر صحيح. أنا أتمنى يعني في بعض الجماهير يعني يعني على لاعب واحد زي تيسير الجاسم مثلا كابتن الفريق ممتاز وفي مباراة واحدة تلقى الجمهور قلب عليه. صح. طيب الرجال له 15 سنة في النادي بيعطيك كل ما عنده، في المنتخب بيعطيك كل ما عنده ما شاء الله. صح. انت لا تنزل عليه في مباراة واحدة، انت شوف مين اللي راحت عليه يعني من عمره وقضاها في الاهلي وانجازات واخذ بطولات شانها، يعني انت ما تتحمل لاعب واحد، المجموعه كلها تتحمل. المشكله ايش لطفي؟ المشكله انه اللاعب لانه الجمهور الان جمهور الاهلي مش متحمل نهائيا اي اخفاق، يعني يبغى كل اللعيبه سوبر، يبغى الاداره تكون سوبر. صح. يبغى حتى يبغى المباراه تكون الاهلي 90 دقيقه حاضر فيها ضاغط فيها جايب 20 هدف. يا جماعه احنا نقول لا يعقل هذا كله في مباراه واحده في 90 دقيقه. ولكن اكيد لطفي يعني يعني رايك اكيد على ما يقولوا نسمع للجمهور، وخلينا جابر نروح على فاصل. شكرا لطفي. فاصل عبد العزيز من اليوم يشير لنا. ياشر. شكرا لطفي يعطيك العافيه. يعطيك العافيه لطفي. طيب فاصل قصير ونعود. حياكم الله اعزائي المستمعين في القسم الثاني من برنامج المنصه على اذاعه الف الف الموجه السعوديه. اللي حاب يتواصل معنا على الارقام التاليه 012-61-61-100 و 011-17-85-85. طبعا اليوم الحلقه مفتوحه انا والزميل محمد غازي،
حلقة مفتوحة للجماهير، اللي حاب يفضفض ويتكلم قول ما عندك. شوف فترة نفسنا لا منفسنين ما نبغى. لا بالعكس حتى المنفسن خلي نفسه يطلع اللي بخاطره. فترة نفسنا اللي احنا ناقصين. يوم خميس كذا ما اعتقد في نفسية اليوم يا جابر، يعني كله لا في والله كله فرحان. حيجيك دحين نفسية، تعرف النفسية تبدأ من يوم السبت على طول، حيجيك واحد يطلع لك نفسية دحين. طيب طبعا نحترم الجميع أكيد. ناخذ اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي بالنسبة للنادي الأهلي تفضل. مين معانا؟ طلال معاك من جدة. حياك الله أخوي طلال تفضل. بالنسبة للراقي لا المدرب ولا اللعيبة ولا طارق كيان يقدروا يحلوا شيء إذا ما يتكاتفوا مع بعض، هي منظومة واحدة. نعم اللعيبة تهاونوا في النادي كثير في اللعب، المدرب كمان خططه مكشوفة أصبحت خلاص، لازم لابد. وجاء طارق الآن إن شاء الله بإذن الأستاذ طارق جاء الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى يستطيع إنه يتفاهم مع بخبرته مع المدرب، ونستطيع إن شاء الله إننا نتجاوز هذه المحنة اللي في النادي بإذن الله تعالى. موفقين. الأهلي حيعود حول الله بإذن الله تعالى حيعود. طيب شكرا. يحتاج الهزيمة اللي جاته يحتاجها. اللي جاته من نجران يحتاجها، وإن شاء الله تكون هي المدخل للفوز بإذن الله تعالى بعد كده. بالتوفيق أخوي طلال. شكرا سيدي. شكرا. نأخذ اتصال ثاني ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. مساء الخير. مساء النور والسرور. هلا. مساء الخير يا أبو صادق. مساء النور. محمد غازي وجابر. جابر محمد غازي. أي جابر بعد. الله ونعم بكم ونعم بحالك. الله يطول لي بعمرك. ومعك عبد القحطاني ونعم. هلا هلا بأهل الجنوب يا هلا وغلا. الله يسلمكم ان شاء الله حبيبي بالزين. والله قلنا نفضفض معاكم. فضفض يا عمي فضفض يا عمي فضفض. انا اقول لك يا الفقره نسميها نفسنا من بدري يا جابر ما فيها. هي نفسنا اليوم ترى اللي يبغى يطلع اللي بخاطره كذا وينفجر براحته. لكن نبغى نعشى برضه. ها بعد الفضفاض يبغى نعشى يا طويل العمر. هذا عندكم في الجنوب بالاجواء البارده. الله يحييكم. مرحبا بنا الحياة. يطول لي عمرك. مرحبا ملايين. بنجيكم انا محمد. بنجيكم انا محمد. اعز الناس. الله يحييكم. الله يطول لي عمرك يا حبيبي. اول شيء امسي عليكم ومسي على الجميع اللي يسمعني الان. واول شيء فبارك للهلال فوز امس واقول الف الف مبروك. يستاهل الزعيم. والاهلي يحارب لك. ومبارك ايضا للنصر. ونقول اتحاد مره هذا لك. وما زال في الوقت بقيه يعني ما انتهت المباراه. 8 مباريات يا عبد الله. انا نقول لهم لا تستعجل على الدوري الناس كلها شايله. المشكله عارف ايش عبد الله؟ نعم نعم الله. يعني حتى جابر كان يتفق معايا في المساله هذه. الدنيا لا كلها لا نتفق دقيقه لا لا يعني. شوف جابر ناوي يفشلني الحين بدايه. طيب عبد الله شوف بامانه اللي ساير ايش؟ اللي ساير انه الاهلي ما خسر من سنتين. وعندما خسر الأهلي بعد سنتين أصبح هناك صدمة. كنت أتذكر مقولة للكابتن مروان دفتر دار اللي في إدارة الأهلي كان في الفترة الماضية، كان يقول هل جهزت الأهلي وجماهيره لأول خسارة قد يتلقاها الفريق؟ للأسف هم ما جهزوا فريقهم للخسارة هذه ولا جهزوا حتى اللاعبين يعني كجمهور ولاعبين في أرضية الملعب. وبالتالي لما تعرض لأول خسارة أصبح هناك صدمة غير طبيعية. تعود على الفوز لمدة سنتين عنده 52 مباراة طبيعي جدا أنه يشعر بهذا أنه الخسارة بالنسبة له قاسية. لكن ما في فريق في الكون عبد الله حيظل يفوز. أيوة يعني لن تنظر لبرشلونة ريال مدريد يعني عندها كبيرة كمان مش عندنا يعني. لكن اللي زي ما قلت أنت يعني إنه الناس تبع على طول كل طبعا يعني. طبعا على مزاج هي يعني. شكرا عبد الله. تعرض كل المنتخبات كل حاجات يعني لازم يطول لي بعمرك. شكرا يا أبو عابد. شكرا شكرا يا أبو عابد. الأهلي كبير سيرجع بقوة وما هو يعني صراحة يطول لي بعمرك. رجال صراحة يعني. شكرا يا عبد الله. شكرا حبيبي. شكرا بس عبد الله لا تنسى العزيمة. ايوه ايش العزيمة؟ العزيمة العزيمة العشاء العشاء نساها رجال نساها. يلا نبغى طال عمرك طال عمرك بقول لك شيء فوق واحد من جبال السودة كذا نقعد انا وياك وجابر مع السحاب ونعيش. والله مرحبا اعز الناس. والله الله يطول عمرك. شكرا اتمنى هذا والله صراحة قسم بالله. شكرا يا حبيبي. شكرا يلا مع السلامة. مع السلامة حياك الله. نقول الو.
الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يسعدكم دنيا واخره. قول يا رب. يا مرحبا مرحبا بك الف مليون يا مرحبا ابو السلاطين. الله عليك والله بحق. لا سلطان والله بذكرته. والله بحق ابو سعود. عدني دحين انا ابغى والله. اقول لك نصيحه انا اقول لك لا لانه والله شو اقول لك حاجه اهزمني واغلبني. اقول لك حاجه ابو السلاطين اخوي محمد البارح شربني كرم شو اسمه انا اقول لك كراميل بال كابتشينو كراميل كابتشينو كراميل هو هذا جابر العماري. ايوه وبعد ما شربني كابتشينو كراميل ست اقوم في الليل اقول كابتشينو كراميل اليوم قلت له خلاص الله يعيدي. انا ابغى اشرب شاي ماني شايف الا شرب شاي. حياك يا مرحبا حبيبي. سلم عمركم يا شيخ. يا شيخ الله يطول عمركم وان شاء الله يديم كده المحبه. الله ما بيه يديم محبتك يا حبيبي وجودك معانا دائما سلطان. الله يستر عليكم يا شيخ والله العظيم. الثلاث اتصالات اللي قبل من جد شرح صدري يعني فكيت الزعل بصراحه. الله لا يجيب الزعل يا حبيبي. الله لا يجيب الزعل. لا ماني زعلان منكم ولا عليكم. انا زعلان على فريقي يعني وعتبان يعني وشايل في خاطري. ايش في اكثر من كده يا اخوان؟ تبغى خاطرك ينشرح كده دائما؟ اي والله. قل لي شوف انا ما حرجع زي اول الا لو فريق الاهلي فاز مباراتين. لو فاز بعد مباراتين والله العظيم حقول لك يرجع يا سلطان. يرجع الاهلي كبير يرجع. وادعي لاي حاجه انت تتمناها في خاطرك ولكن تبغى من عندي على ما يقولوا نصيحه. في اي وقت تحس بالضيقه كذا خذ من اخوك كذا ركعتين كذا على السريع. قول لي يا محمد قول لي ركعتين على السريع كذا وايتين قرانيه وارفع يدينك للمستجيب. ودعيت والله العظيم. والله العظيم ربي يسخر لك كل شيء في طريقك ان شاء الله خير. انا في قلبي من العدفين بس. لا تدعي على الإجابة بعد. طيب على موضوع كامل الموسى تمام. هو صحيح ما قصر وتعهد بس احنا نبغى كمان تعهد اللي هو عارف يا ياسر المسيلم. وعتبنا كمان على المدرب عندك يا اخي المعيوف من بداية الدوري ما نزلته. تيجي تنزل اللي هو في مباراة مهمة يا اخي. الجمهور تعب. يعطيك العافية يا ابو السلاطين. ادخل معك في المسابقة. ابغى فوز. ابغى سافر. ابغى شعر عسل. ابشر والله ابشر. ابشر. لا تسلم. ابشر. لا تسلم. ابى اقول لك شيء. تحياتي عزوز. بتطلع يا حبيبي على عزوز. على عزوز. يطول لي بعمرك. خليك مع عزوز يا اخي. خليك مع عزوز. انا اتصل عليك. ابشر. ورب الكعبه طول عمري مع عزوز ونفسي كياني اكون انا في مكان عزوز. يستاهل عزوز. والله يستاهل. شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو مرحبا. الو مرحبا. الو مرحبتين. هلا وسهلا. تفضلي يا اختي. انت على الهواء الان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. تشرفينا باسمك. من معانا؟ امجاد الشهراني. مين؟ امجاد الشهراني. والنعم امجاد والله الشهراني. امجاد. تفضلي يا امجاد. والله ما عرفت موضوع الحلقه. والله انت شجعين. تقدر تقول هلال. طيب فضفضي في الهلال. نقول لك مبروك. احنا نقول لك مبروك. اقول لك الزعيم فاز. الزعيم فاز ومن بداية الحلقة موضوعها ستة عناوين كسرنا الدنيا فيها عشان اخليك تاخذي على الجو. وبعدين اخر موضوع كان الشاي العدني. بتروحي بين الشاي العدني. طيب يعطيك العافية امجاد. شكرا. الله يعافيك. شكرا امجاد. هلا وسهلا. نقول الو مرحبا. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام. اخبارك؟ يا مرحبا. معك هيفا. حياك الله يا هيفا. هلا وسهلا يا هيفا. مساءكم هيفا. بس حبيت اتمنى انا وصديقي مساء انا منصه. ايوه مساء انا منصه قبل هيفا. يا هيفا تفضلي. اتمنى توفيق لفيصل يوم السبت القادم. حلو. أي. بس حبيت اوجه تحياتي للنصراويات مي ال سعود عبير التواجري ساره العنزي. طيب اسمع هيفا بنقبلها المره هذه بس مو برنامج اهداءات يا هيفا. صح. اوكي
هيفا انت رياضية يعني، احنا على ما يقولوا متعودين منك مداخلتك رياضية دائما، حياك هيفا. لا بس كنت انا الحين موجودة في بيت حالي يعني عزيمة كبيرة، طيب. بس حبيت اوجه بنقبلها ولا يهمك. طيب. ولا يهمك، حياك بنقبلها. شكرا هيفا. شكرا. نقول الو مرحبا. الو مرحبا. الو مرحبا، ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. مخرج يقول فاصل، نطلع فاصل. ايش رايك نطلع فاصل ونذكرهم قبل الفاصل بارقام التواصل 012-61-611-02 و 011-12-17-85-85. ولا تروحوا بعيد، خليكم على السمع، بس فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم على السمع. مستمعين الكرام، رجعنا لكم من جديد في برنامجكم المنصة، ومن خلاله تبدأ دائما القصة، ولازلنا معكم في داخل أروقة قصة المنصة. أنا محمد غازي، حياكم، أنا جابر العميري في القسم الثالث من برنامجنا المنصة. على الأرقام التالية اللي حاب يتواصل 012-61-61-100 و 011-12-17-85-85، وناخذ اول اتصال. ولا تنسوا كمان، خلينا نقول لهم شاي العدني. لا تنسوا تنزلوا تطبيق الف الف عن طريق جوجل بلاي وعن طريق الابل ستور، مضبوط، وتابعونا دائما اكيد، واراكم دائما على صفحه ايضا الف الف في التواصل الاجتماعي في تويتر، اكيد رايكم يهمنا في برنامجنا دائما المنصه. ونستقبل اول اتصال مثل ما قال جابر، نقول الو. الو مرحبتين. يا هلا. يا مرحبا، من معانا ومن وين؟ احمد العريني من جدة. احمد العريني العليمي من جدة. والنعم والله يا احمد، تفضل. معاني الزوج. انا اهلاوي من جدة. حياك الله يا الاهلاوي. وين الاستاذ محمد الغالي صدق وحشنا صوته. حبيبي معاك انا موجود قلبا وقالبا، تسمع صوت نبغى التعليق. وانا من خلال برنامج المنصة اقول لك يوم 29/3 باذن الله حيكون مباراة المنتخب السعودي مع الاماراتي في تصفيات كاس العالم القادم، حكون معلق عليها على شاشة الوطن السعودية الرياضية ان شاء الله باذن الله، وتسمعها بصوتي، وان شاء الله باذن الله حيكون فرحة سعودية بتاهل المنتخب السعودي لنهائيات كاس العالم باذن الله. باذن الله، والله من زمان عنك يا محمد. يطول لي بعمرك يا حبيبي، انا اللي اتشرف. امين امين. تفضل. نمسي عليكم ونمسي على الاخوان طيب. حبا عندي نقطة بسيطة. تفضل. على اللعيبة النادي الاهلي، هم يعني يحسوا لما يلعبوا بروح، احس ان الروح عندهم انهزامية، يعني ما في ذيك الروح حق العام الماضي، خاصة من الدور الثاني من بداية مباراة طرق إلى يومك هذا هم روحهم انهزامية، ما عاد في لعب الدور الأول ما شاء الله كبار روحة ثانية الأهلي ما حد بادل وقته، فجأة الدور الثاني والأهلي مستوى في تنازل، ما أدري إيش المشكلة حبيبي. هل اللاعبين هل الإدارة هل المدرب هل ما أدري، هل أنا أبغى الإدارة يقعدوا مع اللاعبين يعرفوا إيش مشكلتهم بس. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا. شكرا أحمد، تواصل معنا دائما لا تغيب. محمد اليوم أهلاوية يعني كثير وزعلانين على الفريق، والله بيني وبينك شوفوا من حقهم يعني عتباني شوف هذا عتب محب يعني كثير من الاتصالات عتب، وأكيد طبعا فوضى الأهلي يعني حتى الهلاليين الآن بيتصلوا كل واحد فرحان ومتصدر وجايب بطولة وكذا، فهذا من حقه أنه يوم يفرح، هو مش عيب أنه يعبر عن شعوره، ولا مثلا عندك زميلك هلالي أو نصراوي أنك تزعل منه عشان يعبر عن مشاعره. بالعكس، من حقه الشخصي أنه يعبر عن فرحته، وأنك أنت في يوم ملام حجيلك يوم وتفرح. تعطي رأيك. ناخذ اتصال ثاني ونقول له مرحبا. مرحبتين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ جابر كيف حالك؟ أستاذ محمد كيف أموركم؟ يا مرحبا، يا الله الشيخ فارس حياك الله. يا مرحبا فارس الميدان، معروف خلاص، ما يحتاج الصوت من أول. شوف أنت من الناس الأوائل في البرنامج، يعني من بداية البرنامج وأنت بتشاركنا، لازم نحفظك خلاص، ما يحتاج. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي، ومن المتميزين يعني اللي بيقولوا آراء عقلانية وجدا رائعة. أكيد. تفضل. يعطيكم الصحة والعافية. تفضل يا أخوي جابر، أخوي محمد، أنا بس مداخلتي فقط للجماهير الأهلاوية. نعم.
انتقدنا بما فيه الكفاية، وعلى قولتهم كل مفرفر خلاص. الآن جاء دور الدعم، هي مجرد 8 مباريات يعني بالمنطق وبالعقل متى ما حقق الأهلي 3 نقاط في 8 مباريات 24 نقطة هياخذ الدوري. أتمنى من الجماهير الأهلوية أن تدعم، بالذات باقي لنا 4 مباريات في الجوهرة، وأنا بكون حاضر إن شاء الله من أبها إلى جدة لحضور هذه المباراة، وبإذن الله تكون يعني أول فوز للنادي الأهلي بعد آسيا إن شاء الله، وأنا متفائل إن شاء الله مع وجود طارق كيال. وأنا عازمك على شيء عدني. بإذن الله يا أخوي جابر، لا والله قدرك، والله قدرك وقدر المستمعين أكثر من كده، بس هذه دعابة أخوي فارس، والله قدرك عالي. اللي يجي منك يا أخوي جابر لو كان شيء يسير، لكن عندي شيء غالي والله حبيبي. لكن أنا بس بأختم بقضية فقط، الأخ محمد غازي ذكر قضية اللي هو عدم الضغط على اللعيبة، سواء كان لعيبة الأهلي أو أي لاعب، سواء في الإهلال الاتحاد. أنا أقول المنافسة ما زالت والأرقام بالمنطق ما زالت، نتمنى الحضور زي ما رجعنا نادي الأهلي عام 2011 نرجع إن شاء الله للمنافسة، وبإذن الله فان الدوري إن شاء الله. موفقين إن شاء الله بإذن الله. تحياتي توفيق فارح. توفيق. ونقول ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي، تعرفيني باسمك؟ هدى من مكة. أهلين هدى، هلا وسهلا. هذا جابر معاك الآن على المايك، تفضلي، وأنا محمد غازي معك. هلا والله، يعطيك العافية. حياك الله هدى، تفضلي. والله أنا حابة بس يعني عندي نقطة. فضل. أنا دائما أشوف عندنا الجماهير، مثلا الجماهير دائما عاطفية، يعني أي فريق يخسر يعني على طول المدرب الإدارة، يعني ليش إحنا ما نرضى يعني بالواقع؟ ما في هذه حالة الكورة، يعني ربح وخسارة. يعني ما في فريق راح يفوز على طول، ولا في فريق راح يخسر على طول، بس إحنا يعني نوقف مع الأندية، نوقف مع المنتخبات، نوقف مع الإدارة، يعني مع الإدارات إلى نهاية الموسم، لأن في نصف الموسم لو في تغيير مدرب، تغيير إداري، هذا هو اللي حينعكس على الأندية وعلى اللاعبين وعلى فنحاول نوقف بعد نهاية الموسم نقاش، نشوف إيش المشاكل نركز عليها، نحاول نحلها، بس مو دائما الجمهور يطلب الأشياء في نصف الموسم. يعني نشوف أنديتنا كم مدرب غيرت، وكل بأسباب يعني ضغوط جماهيرية على الأندية. ممتاز. هذا اللي أنا يعني فعلا حبيت أقوله، نحاول يعني زي مثلا عندك الآن النادي الأهلي في ضغط، طب هذا هو المدرب اللي له 2 سنين معاكم وكنتوا يعني شايلين ومودين السماء، هو نفسه يعني ما تغير شيء، فليش إحنا يعني نحاول نمارس الضغوط عليه وأبعد المدرب وأقيله، نصبر على المدرب لنهاية الموسم وبعدين يحلها أنت حلها. ممتاز، يعطيك العافية هدى، شكرا. يعطيك العافية، شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. ألو مرحبا. هلا هلا مرحبا. لا اخوان انا ابغى شاهي عدني يا اخوان. والله طيب ابغى شاهي عدني، خلينا نفك القهر اللي في قلبنا. ابشر والله، سلطان. ابشر والله سلطان. ايوه معك اخوان. خلاص سلطان، ابشر ابشر سلطان على طول. والله العظيم مبسوط، لانه كل الجماهير الاهلاويه اتصلت وقاعدين يتفضلوا. اي والله اخوان كده، رجعونا رجعونا، واذا احد جايبينها لا نفكر في راسي، خلينا يا عمي اشرب لك شاي عدني وروق بس، ولا تاخذ خاطر حبيبي. شكرا يا سلطان، يعطيك العافيه. الله يسلمك. والله حبيبي والله فجاني اجل. نقول الو. والله انا لك السلام ورحمه الله وبركاته. المسي على الإعلام المميز جابر المهري والمعلق الرائع جدا محمد غازي. حياك الله، حياك الله حبيبي، الله نتشرف، الله يبارك فيك. بس عاد احسبوني مع الرجال اللي قبل، حطوا لي شاي. والله اقول لك شيء، ترى اليوم الطلبات عندنا كثير. الله يعينك. والله شكلي انا بسوي لي كش كذا وشاهدني. في بيتزا ولا ما في؟ ها؟ لا ما عليك، بعد كذا قبل البرنامج من البدايه، بدل العناوين احنا ننزل منيو. يا الله يوفقكم ان شاء الله. بس الليله ما عندكم ضيوف؟ لا اليوم انت ضيوفنا، انت ضيوفنا، انت ضيوف واهل ضيوف واهل الدار يعتبر. والله منورين و يطول لي بعمرك، شديتونا بس ما قلت لنا مين معنا. البرامج الرياضيه نتابعكم. يطول لي بعمرك حبيبي، والله شرف لنا والله. الله يسلمكم. ترى على فكره احنا السيناريو عندنا في البرنامج مكه. معليش انا قاطعتك، اعطيني اسمك وبعد كده نكمل انا وجابر في الموضوع معك. عامرني اسمك اول شيء.
أقول أبو سعود معك من مكة. والنعم أبو سعود. والله والنعم. أبو سعود أنا وجابر بنحاول دائما إنه إحنا ما نخليكم في مود إنكم كذا تهبطوا كذا. من يوم ما يبدأ الساعة 10 البرنامج نخليكم كذا إيش معانا أكشن أكشن. شغل على طول. حنا ننزل من بيوتنا ونسمعكم في الإذاعات. ولا نبغاك تنزلوا من البيت بعد كذا. نزل التطبيق حق ألف ألف إذا عندك جوجل بلاي ولا عندك أبل ستور. نزل التطبيق واسمع وانت قاعد كده وفنجال الشاي في يدينك وعلى كيف كيفك. الله يسلمكم وبرنامج مميز وصراحة انتم من المذيعين اللي صراحة جذبتونا للي قاعد. يعطيك العافية أبو سعود. شكرا لكم. نعتز بالشهادة حبيبي. شكرا. توفيق للعالم ان شاء الله باذن الله في مباراة الخاتم. موفقين ان شاء الله موفقين. شكرا لك وناخذ اتصال. قبل الاتصال شوف الشهادة هذه تدفعني للامام انا وانت ان شاء الله باذن الله انه نقدم شيء مميز. بكل تأكيد بكل تأكيد يعني احنا هم المكسب هم راس المال. نعم هم راس المال. وناخذ الو نقول مرحبا. نقول مرحبا. الو الو مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. الو الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد ولا جابر؟ اثنين في واحد. كلكم عينين فراغ ونصنا الشاي العذري. يطول لي عمرك يا حبيبي. فريد شكله فريد يا محمد. لا لا بشترك جاب البوتاكاس معاه الرجال. انا الامور طيبة. نصيحة لي لا تشرب شكله تسمم خلاص. لا يتسر عنك ان شاء الله على الجميع. ابو رامي. والنعم والله. طبعا انا بتكلم كذا عن موضوع الاهلي. تفضل يا حبيبي. طبعا المنصة لك حبيب عيوني لكم. الله يبارك. المهم انا بس كده بذكر سيناريو كده بسيط كده بذكر بس للجمهور الاهلاوي. مباراة الاهلي والتعاون العام. اي طبعا في ناس كثير يقول لك ايش الاعلام ما يقدر يوجه ولا يقدر يضغط. تمام. انا اقول الاعلام يوجه ويضغط. في مباراة الهلال التعاون كانت تواثق من هناك الجهة الثانية مباراة الهلال والنصر. نعم. سريع بس احنا معنا دقيقة بس ابو رامي. طيب. سريع. طيب. كانت توافق وقتها مباراة الهلال والنصر. طبعا خلاص صور لنا الاعلام انه النصر اذا فات على الهلال انتهى موضوع الدوري. خلاص. هذا احنا جمهور طبعا لما احنا وصلنا لنا هذا الخبر واحنا في وسط الملعب طبعا وصلتنا نتيجة الهلال والنصر. النصر تقدم على الهلال. احنا ضغطنا على اللعيبه في وسط الملعب لما هجد الملعب هجدت الناس برد اللعيبه بردوا اللعيبه اللعيبه طالعوا فينا انا ما انسى السيناريو. الجمهور قام يشغل الجوالات يتفرج المباراه يبغى يشوف ايش فيه هناك بالجنب الثاني. طيب اثر علينا الرساله اعطينا الرساله اللي بوصلها انه الان اخطاء بسيط اللي صار للاهلي. ايش المشكله؟ المدرب هو نفسه لكن الاعلام زي ما يقولوا الموجه الان يبغى يبين انه الهزيمه دي اللي صارت وانه الدروب هذا اللي صار هذا كارثه عشان تصير زي الاحباط. الجمهور يضغط على الفريق هذا اللي صاير الان رساله للجمهور زي ما رجع جمهور الاهلي في 2011 2012 والله قادر انه يرجع قادر يرجع. نعم نعم. طيب. الملعب برامي. الملعب ها حبيبي معلش انا طبعا مضطر خلاص كلمه وخلاص. تفضل. سريع. الملعب الاحد لا يبقى احد. ممتاز. باذن الله عز وباذن واحد احد كلنا تفاؤل برجعه الاهلي وشاكر لكم على اعطاء الفرصه. شكرا لك وتحياتي لكم على راسي. شكرا لك. بالله العدن يعطيك العافيه. حياك الله ورب. حياك حبيبي. نطلع فاصل؟ أكيد نطلع فاصل ونذكر بس السادة المستمعين أكيد بأرقام التواصل 012-6161-100 و 011-2-17-85-85 فاصل فاصل ونعود للتحدي والإثارة أكيد على مسابقة ألف ألف برعاية العربية للطيران. اللي يبغى يسافر انتظرونا. حياكم الله أعزائي المستمعين في الفقرة الأخيرة والقسم الأخير من برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف الموجة السعودية. هذا أنا جابر العميري وزميلي هذا أنا محمد غازي أكيد وعودة إليكم من جديد في التحدي وفي الإثارة طبعا دائما في دوري ألف برعاية العربية للطيران. اللي حاب يعرف عن العربية للطيران أكثر وأكثر يزور موقعهم وراح تعرف أمور كثيرة وتعرف معلومات أكثر وأسعار أكثر وأسعار منافسة
موقعهم تقدر تزورهم في arabia.com وتعرف وتتعرف على عالم العربية أكثر. تفاصيل أكيد تحتجدها من ناحية الحجوزات، من ناحية إصدار التذاكر، كل الطرق السهلة اللي تؤدي وانت جالس في بيتك إلى سفرك. وحتى عندهم كمان تطبيق خاص فيهم اللي هم طيران العربية، حساباتهم في تويتر وحساباتهم في الانستغرام، وأيضا وانت جالس في البيت لا تعني نفسك ولا تروح المكان. نعم. وانت جالس قهوة وشاي وشاي عدني و دليفري تيكت. طيب ناخذ الاتصال أول جابر ونقول ألو مرحبا. معنا خليل هزازي. خليل لو خليلو هلا خليلو يا مرحبا. هلا 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 خليلو خليلو. اي هلا اي هلا هلا ايش بك؟ ها خليل سم جاهز؟ جاهز. خليل ايش رايك اول شيء خلينا مقايضة انا وياك على الهواء. ايوه تمام. تاخذ الشاي العدني وتعطيني التذكره. أخذ إيش؟ شاي العدني تعطيني تذكرة. أصلاً من كلمة باين إنه كأنه يقول لك يا عم يطير. ما عندك أي إشكالية. طيب. خليل. ألا. والله لو ما أخذت لو أخذت التذكرة إنك على ما يقولوا تقول له قابل لي بعدين في البلد اللي رايحها. طيب خليل خليل. معاي ولا مع محمد؟ أنا اليوم معك يا جابر. يا سلام عليك يا خليل. ماني زعلان صدقني خليل. عارف ليش؟ تاخذ الشاي العدني. لا شوف شفت ايش قال لك؟ حتاخذ الشاي العدني يعني اللي اللي حيكسبك انا حتاخذ تذكره معي خليل. خلاص قال معي رغم الاغراض مع جابر. يا سلام عليك يا شيخ. يا سلام عليك يا شيخ. والله خليل يا سلام عليك. وناخذ منصور. السلام عليكم. مرحبتين الف مرحبتين مليون مرحبتين ملايين. ايش اقول لك ملايين ملايين مرحبا قلبي الله يخليك. امس عليك استاذ جابر انت استاذ محمد حبيبي. حياك الله منصور. الله يحييك ويحل قلبي. الله يطول. هذا الحين انت نفسي بعتك الشاي العدني والتذكره. يا بعد قلبي ومعايا اكيد معايا مع جابر مع الاثنين. لا 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 شوف خليل معايا. اختار جابر. خليل راح مع جابر. انت تبغى تروح مع جابر كمان؟ اقول يا جابر اسبوع اللي راح خسرتنا ويقول اسبوع اللي راح. مين هو جابر؟ حبا وطالبا. طيب بس مع محمد اليوم. حبيبي حبيبي ابو المناصير انا ابشرك انت اليوم حتاخذ التذكره وتروح. جابر خليلو لا تنسانا. لا تنسانا يا رجال. اقول لك شيء خليلو خليلو بعد كذا يا حبيبي انسى الموضوع مو حينساك الا بلوك. خليل أول سؤال خليل. خليل أول من عرف كرة أول من عرف رياضة ركوب الخيل. خيارات والله. طيب. لا يعطيك خيارات الدنيا ما حتفوز يا خليل اسمه. أنا أقول طالع فيه. أنا أقول الفرس. الرومان. أنا أقول الرومان. أنا أقول الفرس. أنا أقول مع جابر. مع جابر؟ إيه. أكيد مع جابر؟ ما غيرت رأيك للآن؟ قول 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 حطهلو جابر الأميري من الشبكة جابهلو. منصور مع محمد الحين أنت؟ تفضل معك. منصور محمد ولا معايا؟ والله مع الرابع. مع محمد حلو منصور. حلوين منصور. سلام حبيبي. مطلع دائما رياضيا اكيد هذا شيء مؤكد. والله على اذاعتكم اكيد. طيب الله يطول بعمرك. من صاحب الرقم 11 في الشباب عام 96 والمنتخب السعودي؟ خادم هلل. اي لا ترجع فيها. خليك زي ما انت خذ التذكره وروح. اعتقد زميلي جابر الاميري ان هذا المشارك هو قناص. جول 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 جول. خليك معايا منصور مش حتخسر الليله. والله شوف بما انه خليل والله برافو عليك انت جاوبت بصراحه واعطيتك سؤال صعب. صح حلو صح. الحين بعطيك سؤال سهل بصراحه. لا هو قال معاك ما جاوب. انا منصور ما شاء الله تبارك الله اللي اعطاني الاجابه الوافيه. لا لا قال معايا جاوب اخذ الاجابه. منصور كان يقول الاجابه. طيب لا يهبط من خليل. روحك معايا خليك خليل. خليل
وش يشجع خليل؟ انا اشجع الهلال والله. هلالي هلالي. طيب في لاعب مر على الهلال ايوه كان يلقبونه بالفيلسوف، انا احبه كثير صراحه اللاعب والله حتى انا. ها اسهل من كده ما فيش. ما والله اسهل من كده. ديني هو جاي خليل. الطريق لو ما خليل تفشني يا خليل. يا خليل تفشني يا خليل. لا ان شاء الله الحكم حيصفر يا خليل بسرعة. يلا بسرعه حيصفر الحكم. ها في خيارات؟ ها في خيارات؟ خيارات يا عمي احذف اجابتين ما في خيارات. ها طيب انا اقول شل هو. انا اقول شل هو. يا سلام عليك. يا سلام. خلي اديني فرصه طيب اعبر لك انا على الموضوع. لسه ابغى اعطيك خيار. مش معقول مش معقول. اجابه خاطئه. يا خليل لا تستعجل يا خليل. السلام عليك يوسف منصور. الله عليك يا منصور. اعتقد زميلي جبر العميري ان هذا المشارك هو قناص. وجول خليل. خليل انا زعلان. جول جول والله يا خليل زعلان. منصور خليل ليش كذا؟ منصور خلي خلي والله يا ليش مستعجل؟ استعجل خليل. ها مستعجل في سرعه الندامه يا فتى. مستعجل يعني ها استعجلت. لو انتظرت الإجابة الثانية كان ساعدتك والله. بقول لك أنا مالي صلاح بقول كذا. منصور منصور أبغى أعطيك واحدة. منصور وش تشجع منصور؟ دقيقة قبل لا تعطيله التشجيع. ها عالمي. عالمي قبل لا تعطيله العالمي. أبغى أعطيك تعليق على إجابتك بطريقتي الخاصة. تفضل. كرة لعبت من عند جابر العميري لليمين ينقلها للمخرج عبد العزيز السحيمي وأمامية سريعة مررها محمد غازي تمريرة سريعة أمامية عند مين؟ عند منصور اللي سجل الجول العالمي النصراوي. ويا سلام جول. مبروك منصور وهارد لك يا خليل ومعوض ان شاء الله. خليل مبروك منصور. مبروك منصور. مبروك يلا عيش عيش يا منصور. تستاهل يا الحبيب. وناخذ اتصال ونقول الو مرحبا رشدي. السلام عليكم. هلا والله بجابر. يا مرحبا ويا مسهلا يا رشدي. رشدي الله حبيبي خليك معايا حفوزك اكيد طبعا. انا معايا انا قد خسرت وما خسرت وما فزت وما فزت لكن اليوم بفوز ان شاء الله يا جابر عن طريقك. معايا يعني مو معايا رشدي. وسلم على الاستاذ جابر على الاستاذ محمد كلكم معايا. لا معايا ولا مع جابر دحين عزيزي وخليل. لا انا اليوم مع جابر توكلت على الله. مع جابر انت اليوم؟ ايوه باذن الله. ابشرك اللي قبلك اللي قبلك خسر. أبا انا ما ان شاء الله ما اخسر لاني قلت معنا فايز باذن واحد. لا لا لا, لا رشدي نشوف. رشدي ان شاء الله فايز خليك معايا بس. رشدي ابوي المتسابق اللي قدامك مش حتقدر تغمض عينيك معه. الله كريم. طيب موسى. موسى السلام عليكم. هلا 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 سعد لي مساك جابر كيف حالك؟ طيب يا هلا والله. ومعك محمد ايضا محمد غازي كيف حالكم طيبين؟ الله يكرمك يا رب. معايا ولا مع جابر؟ موسى مع مين؟ لا انا دائما مع عبد العزيز السحيم ما يبغى لها كلام. ما بدي برا الاثنين كل اللي برا 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 الله يا جابر. طيب مع عبد العزيز يعني انت؟ والله معاكم كلكم. طيب دقيقة رشدي بس عشان الوقت. رشدي مع جابر. معايا رشدي معايا وفايز. انت ايش رايك موسى؟ صح تروح مع جابر؟ الاجابات عندي خلاص مع عبد العزيز ومع محمد. يلا يا سلام. رشدي خليك معايا ولا تغير رايك؟ لا الاجابة صحيحة عندي. موسى عندي. موسى حبيبي معك حبيبي. ابشرك حتكون انت في الكرسي اللي جنب منصور المتصل اللي كان قبل شوي معك ان شاء الله. رشدي رشدي وش تشجع انت؟ اهلاوي طال عمرك. يضحك اهلاوي ملكي زعلان ومقفله ولا يهمك. طيب موسى طيب معك حبيبي ايش تشجع؟ هلالي. هلالي يا عمي جايب بطولك يا عمي افرح حتفرح الليله حتفرح وحتوزع شربيت على اهل المنطقه عندك. طيب يلا يا ابو الرشد سم سؤال. الله الله بالسؤال يا جابر. ها الله الله بالسؤال. طيب السؤال يقول محمد عبد الجواد ايش كان يلقبوه؟ محمد عبد الجواد ايوه كان يعطونه لقب
ايوه هو 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 ظهير اهلاوي لكن انا اقول الظهير الطاير انا اقول الظهير الطاير في واحد ثاني قاعد موسى بطل غشش موسى سيبك في حالك الظهير الطاير اكيد موسى اعتقد زميلي جبر العميري ان هذا المشارك هو قناص وقول قول 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 موسى حبيبي يلا سؤالك عند محمد موسى من هو صاحب الرقم 9 بالهلال من 92 لغاية 2002 من 92 لغاية 2002 ومن هو صاحب الرقم 9 حاليا حاليا والأول أنا قلت لك من 92 لعام 2002 صاحب الرقم 9 في الهلال طيب ما في خيارات يا عم أنت هلالي ودني وجايب بطولة وهذا تقول لي في خيارات بإذن الله نقول سامي الجابر طيب حاليا حاليا رقم 9 نقول التون الميدا طيب ممتاز قول 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 حطه له جبر طيب. العميري من الشبكة بس جبر عشان له عشان الوقت عشان الوقت سريع عشان الوقت سريع رشدي سامي أبو رشدي رقم 31 في الأهلي من هو 31 ايوه منصور الحربي يا سلام عليك اعتقد زميلي جبر العميري ان هذا المشارك هو قناص وقول قول 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 طيب موسى معك حبيبي صاحب الرقم 4 في برشلونة صاحب الرقم 4 في برشلونة ايوه يلا بسرعة صاحب الرقم 4 في برشلونة طيب ما في خيارات في عم جوجل شغال جنبك من اول بسرعة يا رجل يلا راكيتيتش ها راكي تأكد مش معقول مش مقبول إجابة خاطئة والله إجابة غلط حرام عليك موسى يعني موسى ما أعطيتني خيارات يا محمد أنت استعجلت على طول ما أنت على ما يقوله قلت الإجابة وإحنا اللي يقول الإجابة خلاص ما في وقت رشدي مبروك شكرا موسى من اللي لعبوا كل فنون وكل الخلايق عن طبعا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا محمد جميلة. كانت حلقة جميلة مع مستمعينا الكرام كيف طبعا مبروك لخليل ومبروك مبروك لمنصور ومبروك لرشدي ألف مبروك نعم أكيد مبروك لهم إن شاء الله بإذن الله وفي الحلقات القادمة نتمنى التوفيق لكل السادة المستمعين أكيد حيكون التنافس أكبر أعزائي المستمعين احنا وصلنا لنهاية حلقتنا نلتقي فيكم يوم السبت إن شاء الله بعد بكرة تمام الساعة 10 مساء في برنامج المنصة ما تغير الوقت 10 من 10 إلى 11 خليكم دائما معنا في برنامج المنصة نترككم الآن مع برنامج القوافي الزميل عبد المجيد الطاسان المتألق اللي يحب الرومانسية ويحب الشعر يتابع عبد المجيد يعيش أكيد وأنا أكيد نقول إن احنا وصلنا لنهاية الحلقة ونلتقيكم إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم هذه تحياتي أنا محمد غازي ولا تبتعدوا كثيرا يوم السبت القادم من الساعة 10 سنكون أنا وجابر معاكم دائما بإذن الله هذا أنا جابر العميري أقول لكم فمان الله وهذا محمد غازي أقول إلى اللقاء ويكند سعيد للجميع